السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي، نتمنى لكم كل شيء بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناتكم إلكترو رضوان. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا كيفاش نعرفوا المحرك ديال الغسالة البلاستيك واش خدام ولا ما خدامش، بالحساب الملفات الداخلية أو البوبين. كما كتلاحظوا معايا هنا عندنا ثلاثة الخيوط اللي هما هادو، الرمادي والأبيض والأزرق. هما اللي هنا الابيض الرمادي والازرق، يعني الابيض والازرق ديال لابوبين، والرمادي والابيض ديال الكونديسادور. في هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا المحرك ديالنا ديال الغساله، سواء التصبين او التعصير كيمشي عليه نفس العمليه. كما كتلاحظوا معايا ثلاثه الخيوط اللي كاينين هنا هما الازرق والابيض والرمادي. غنعملو الابيض مع الرمادي، يعني الابيض والرمادي، وغادي نعملو الازرق والابيض والرمادي والازرق، عفوا ازرق. غادي نشوفو ملتيمتر او متريكس، وغادي نديروه على الشورت او الصوني، يعني الام. هما الالوان اللي غنقيسو، الابيض زائد الرمادي. ابيض الرمادي هما ديال المكتف اللي كنربطو فيهم المكتف، عطانا 145 145. هو هذا اللي هنا ابيض ويت وغري، الابيض والرمادي، وهذه هي العلامه المكتف. غادي نعمرو دابا الازرق والابيض. الازرق والابيض هو ديال المحرك، الدور الرئيسي ديال المحرك 59. نعملو 59. باقي لنا الرمادي والازرق. هما هادو الرمادي والأزرق، عطاونا 92. الأزرق والأبيض والرمادي والأزرق، غنجمعو هاد الحساب هذا وغنشوفوه واش يعطينا نفس النتيجة اللي كاينة هنا أولا قريبة. الأبيض والرمادي اللي قلنا ديال المكتف عطانا 145 ديال الأم مقاومة، وبين الازرق والابيض ديال الموتور عطانا 59، وبين الرمادي والازرق 92. غادي نجمعوا هاد الاعداد الصغيره مع بعضياتها غتعطينا يعني 59 92. نبداو بواحد هنايا 96 15، يعني 151. 151 هو العدد اللي عطاوه هنا باش غنقارنوه مع هذا. هاد العدد يقدر يزيد بواحد النسبه قليله او لا يقل، معليش، اهم حاجه هو يكون قريب. هذه الطريقه الاولى باش كنعرفوا لابوبين ديالو مزيان او لا. الطريقه الثانيه غادي نشغلوه بالكهرباء، هاد الطريقه اللي غتشوفوا. وباش نعبروا موتور واش خدام ولا لا او لا نقيسوه، غادي نحتاجو من كابل ديال الضو بحال هذا، وغادي نشوفو هنا الضو ديال الموتور هو الابيض والازرق. ابيض والازرق، غنجيبو واحد الابيض اللي هو هذا، ونجيبو الازرق ديالنا طرف اخر ديال البوبين او الملف
كما كتلاحظوا معايا، غادي نديروا الضو. كما لاحظتوا عاوناه دورناه بيدانا باش خدم، وباش نخدموه بلا ما نعاونوه بيدانا غنحتاجوا المكتب بحال هذا. هنا كما كتلاحظوا 12 وكاين 5، 12 ديال الاحمر ريد، وهنا 5 ديال المحرك ديال التنشاف هو الاصفر يلو. غادي نشوفوا هنا المكتب ديالنا فين كيمشي، كيمشي بين المكتب ديالنا هنايا هو هاد العلامه هادي، يعني مربوط بين الابيض وايت و غري، يعني الرمادي، يعني الرمادي والابيض غادي نديروا له المكتب ديالنا اللي هو هذا الاصفر. غادي نجيبوا الرمادي نديروا فيه واحد حيت هو اللي كيبقى بوحدو، وغنجيبوا الطرف الاخر غنديروه مع الابيض. دابا غادي نديرو الضو ونشوفو النتيجة. كما كتلاحظو دار بلا ما عاونا. كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتو منه ولو قليل، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناة ودعمونا وتشجعونا باش ننزلكم فيديوهات جدد ان شاء الله فيهم منفعة كبيرة، بالضغط على اللايك وكومنتيرات او تعليقات اللي فيهم استفسارات ديالكم او الاراء او اي حاجة جديدة حنا مازال ما عرفناهاش تستفدوا منكم. والفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم. كما كتلاحظوا معنا ان هنا المحرك، يعني الموتور خارج منه 3 ديال الكابلس. الكابل الاول ماشي 220 ديريكت، الكابل الثاني ماشي للمكتف، الكابل الثالث حتى هو ماشي للكهرباء والمكتف. ان شاء الله في الفيديو المقبل على الغساله العاديه غادي نتعرفوا على لاستالاسيون الكهرباء ديالها والقطع التي توجد داخل الغساله مثل المحركان والتيمارات والسويتش والمكتف، وكيف عمل او ربط لاستالاسيون او الخيوط بشكل صحيح. الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.